عاجل تحذير خطير بشأن مشروع علمي محتمل في هارفارد لحجب أشعة الشمس. في تطور مغلق، حذر الخبير في رصد الزلازل والكوارث الطبيعية فرانك هوغربيتس من مشروع علمي محتمل في جامعة هارفارد بهدف حجب أشعة الشمس عن الأرض. وفقاً لهوغربيتس، يهدف هذا المشروع إلى رش ملايين الأطنان من غبار كربونات الكالسيوم في الغلاف الجوي العلوي بهدف تقليل أشعة الشمس والتبريد العالمي للكرة الأرضية. ويذكر أن هذا المشروع يتلقى تمويلا من الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إلا أن هوغربيتس حذر من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي في النهاية إلى كارثة ومرض كبير، مؤكدا أن الأرض وكل أشكال الحياة عليها تعتمد بشكل كلي على الشمس والمسافة المحددة إليها. وأضاف هوغربيتس إنه يعتقد أن الاحتباس الحراري سببه البشر وليس الشمس، مما يجعل هذا المشروع أكثر خطورة. سنواصل متابعة تطورات هذا الموضوع فيكم بأي تفاصيل إضافية. لا تنسونا في نهاية الفيديو باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.